السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وصحة جيدة. فهاد النهار يا ربي غنشارك معكم واحد السباغيتي تتجي رائعة. تتجي باش بداك الشيء اللي كنرميو ديال هاد تشيمي دي رابا، هاد الخضرة هادي هي شوفوها معايا هنايا، سميتها تشيمي دي رابا. هي فيها داك بحال البروكولي هنا لداخل ديالها، انتم شفتو هكا سميتها تشيمي دي رابا. ما عرفتش شنو سميتها بالعربية، دائما كيسولوني على الاخوات ولكن ما عرفتهاش، ما عمري شفتها الصراحة كتباع في المغرب. المهم هكا كتكون، تيكون هكا العرش ديالها بهذا الشكل. هذا اللي فيه هذا الشيء الرقيق، هذا الوريقات تنحيدو، هذا اللي هكا غليظ تنخليه هنايا. تنحاول نقي كاع هادو، لان هادو غندير بهم واحد الوصفه، وهذا الشيء اللي غادي يتلاح ما غاديش نرميه، غادي نخليه باش غادي ندير به الوصفه ديالي الاخرى. وتنشد هكا تنحيد لي هذا الشيء، هذا الجدر، هادو زوينين رطيبين تينيري كما كنقولوا هنايا، غنخليهم هنايا. وهذا تندير ليه هكا، راه صبعي باقي دارني، رانا معلقاه ولكن اللي فيا مهنيني، ضروري خاصني نشقى، تيبرش ليا جاكمو القلب تاعو تيشقى، ماشي ما تيشقاش، لا سمعني غيكا، ولكن ماشي بحالنا حنا العيالات الرجالة، واخا يكونوا حادقين، ما كيشقاوش بحال العيالات. هانتو غنشدو نحيد ليه كاع داك الشيء الغليظ ديالو، تنخليه هاد الشيء رطيطب، وتنديرو هنايا، وهاد الشيء الوريقات هادو، تنحيد هاد الشيء اللي رقيق هنايا، وهاد الشيء اللي بقى، تنديرو هكا هنايا. وغادي نستعمر هكا حتى غادي نكمل كلشي. هادشي الكميه اللي عندي ما تنرمي حتى حاجه، كلشي هادشي تيبقى، كلشي تيتكال. هادو اللي خاصهم يترماو ما تيترماوش، غتجي بهم واحد سباغيتي واعره، غتعجبكم كاملين ان شاء الله. المهم انا غادي نستعمر دابا هكا، غادي نقي كلشي هاد الكميه اللي عندي، وغادي نوري لكم الوصفات بجوج، سباغيتي والاخرى، الوصفه باش غادي ندير لي بات سباغيتي، والوصفه الاخرى العاديه ديال هاد التشيمي دي رابا اللي كيديروها كاع الطاليان اللي معروفين بها كلهم. وكاينين المغاربه اللي تيديروها، ولا المغربيات اللي كيديروها بقوله كتجي زوينه. بحال نهار مشينا حنا عند مرات خويا لقيناها دايراها بقوله، كيتسحبني انا واش البقوله ديال المغرب هذيك، دايره لها الشرمولة الزيتون وكلشي بحال هذه. هذه تيشدوها عاوتاني وتيرقوها، تيحيدوا ليها الجذور بوحدهم تيرقوهم، وهذا الشيء الورق حتى هو تيرقوه بوحدو، وهادو تيسلقوهم بوحدهم في الماء، وهادو تيبخروهم، وتتجي زوينه بحالها، بحال الشكل ديال البقوله. المهم هذه هي الطريقه ديالها بالنسوه، عندها واحد المذاق زوين، هذه كتصفي الدم، زوينه في المذاق ديالها، شويه حويره ولكن ملي كطيب ما كتبقاش حاره، المذاق ديالها زوين، انا كتعجبني الصراحه ما نكذبش عليكم. ايوا غادي نضرب مع هذا الشيء حتى غادي نكملوا، غادي نوري لكم كل شيء. يلا خليكم معايا، فرجتكم ممتعه. نجت واحد المقله ها هي كيف ما تشوفوا معايا، وغادي ندير فيها واحد شي فصوص ديال الثوم هكا، نشدهم وغادي نقطعهم بهذا الشكل، هذا في الطول ديالهم، نزيد واحد اخر. وهذيك التشيمي دي رابا انا شديتها وغسلتها، ها هي هنا خليتها كتسقطر صافي. وغادي نبدا نهز فيها دابا، بسم الله، ونوضعها هنا هكا، نوضعها في هذه المقله هذه مع هذه الشويه ديال الماء، نوضعها كلها تتبدا تهبط، وتنعقب نزيد ثاني. نخلي غير هذه دابا، وندير عليها واحد الغطايه صافي، غنغطيها هكا ونخليها واحد شويه، وغندوز دابا لهادي هنايا. هاد الشيء هاد الجذوره وهداك الشيء شديتهم ودرت معاهم واحد شويه ديال هداك الخضر تا هو، هذا الربيع منه هكا، نزيت منه غير شويه، غنديرهم هنا لتحت بهذا الشكل هذا. وهاد الاخرين غادي نشدهم، نجيب الموس، غنجيب السكين هكا، وغادي نقطع هادو هكا الطرفه، نوضع هنايا، غندير غير هاد الكميه هادي حتى نطحنها، ونعقب نزيد عاوتاني الكميه الاخرى، ندير لها هكا ونطحن هاد الشيء نهرمشو مزيان صافي. هنا هانتوما شوفو معايا هاكا نهرمشو بحال شكل بقوله، وغادي نديرو هنايا هاكا، نوضعو كله هنايا بهاد الشكل هذا، غندير الاخر حتى هو بنفس العمليه، غادي نهرمشو ونضيفو عليه، وغادي نوري لكم كلشي. هنا صافي طحنت كلشي، وزدت واحد جوج وريقات هكا من هذيك الطنجره الاخرى، وغندير معاهم واحد جوج فصوص ديال الثوم هكا، ونشعل عليهم دابا البوطه بالشكل هذا، وغادي ندير معاهم واحد شويه ديال الملح شويه هكا، وغنضيف ليهم واحد شويه ديال الماء نص كاس هكا صافي. وغادي نخليهم هنايا واحد 10 دقائق تقريبا على نار متوسطه، وغادي نوري لكم من بعد.
هنا غنوري لكم هذا المقلق. ها هي شفتوا بدا كيدبال، غنوري لكم هذه حتى هي هانتوما شوفوا هذا حتى هو بدا حتى هو تيدبال وتيطلق هذاك الماء ديالو فيه حتى هو واحد شويه ديال الماء، ولكن معليش كلشي بغيتو في هذه الحاله هذه باقي ما طابش، غنخليه يكمل الطياب ديالو، غنزيد واحد جوج دقائق ولا ثلاثه. وهذا نقص عليه بزاف، هذا شفتوا غير شويه تطيب ليا مزيان، هاتي خليها هنايا صافي. وغادي نوجد الميكسر دابا وغنمشي نوجد لي بات تاعي صافي. هنا تيبانوا ليا هادو وجدوا صافي، كنجيب الميكسر دابا وغادي نطحنهم هاك، نطحنهم هنايا بالشكل هذا، هذاك الماء ديالهم بكلشي. هنا جبت شي بواطات باش غادي ندير، لان هادشي كثير ما غاديش ناكلوه غير اليوم. هادشي كان تما شوفوا معايا بحال هادي دابا، ها هي وجدات، غنهز منها هكا وغادي نوضع هنا في هاد البواطه هادي باش تبقى ليا ناكل عاوتاني غدا ولا بعد غدا ولا وقت اخر فين ما بغيتها. بغيت نعمر بها شي خبيزه، بغيت نديرها مع لي بات، بغيت ندير بها شي حاجه. المهم غنخليها هنا حتى تتبرد ليا مزيان، ها هو الشيء كلشي طاب، عتبرد وغادي ندخلها للثلاجه. ما نديرهاش دابا، نخليها حتى من بعد ما طل مزيان واحد ساعه ونص ولا ساعتين، هاد باش غادي نديرها في الثلاجه. دابا غنخليها هنا، خليها على القياس اللي غادي ناكلو صافي، مازال حتى من هاد القياس اللي خليت لبقات الغدا ماشي مشكل، تبقى مشرملهكم ماشي مشكل صافي. غنخليها هنايا وغادي ندوز دابا غندير ليها واحد شويه ديال الزيت. الزيتون هاكا درت ليها الثوم، ملح ما درتش، ندير مليحه، ندير شويه ديال الحار، شويه ديال الحار، وغندير شويه ديال الكبار هنايا. الكبار هذا ما فيهش الملح، هذا في الزيت هذا هكا صافي. غادي نحاول نخلط معها هكا شويه صافي، كلشي طايب دابا. وغادي نطفي عليها هكا ونسد عليها ونخليها بلاتي. وبالنسبه لهذا سميتو نشوف واش حامي ولا لا، ها هي انا غنوريها لكم هنايا. هاد الصلصه غادي نخليها هنا، هادي اللي طحنت داك الميكسر عاد درتو باش يطحن واحد شويه ويسكت ليا مارت مالو كيما الخير كاع صافي. وانا نطحنها في تيرموميكس، بغيت نطحنوها في مولينيكس ولا بالميكسر ولا اللي بغيتو نتوما، المهم هكا الكميه تاع هي عندي كثيره، غادي نخزنها تاع هي هكا، غنخلي غير القياس اللي بغيت اللي غادي نحتاج. وهذا غادي نطرفو انتما شفتو معايا، غنخلي غير هذا الشيء هذا حتى لا خاصني عاود ثاني ونزيد من هذه. المهم ها هي حدايا هنايا، خليها هكا هنا، هذه غنخليها حدا الاخرى حتى هي هنايا حتى تيبردوا. هادو واش غادي نطرفهم، فين ما جاني الجوع ولا شي حاجه ما كاين ما يتكال، هادو واخا ديروا غير الخبز، قطعوا الخبز شرائح وكتحطوا عليهم هاد الصلصه هذيك الفوق وكتاكلوا على زوينه تاع هادي. هادي زوينه بزاف. هنا درت الماء كيغلي باش غندير فيه سباغيتي، ها هو مازال ما غلاش. هنا درت هادي تتسخن شويه هنايا، ها هي غنطفي عليها نحطها هنا، وغادي نجي نهز لي بات صافي. راه هي وجدات من بعد ما سلقت، درت سباغيتي، ممكن ديروا اي حاجه بغيتو نتوما، اي معجنات كتعجبكم، اي معجنات بغيتو ممكن ديروها. وغادي نهزها ونوضعها هنايا بهذا الشكل هذا، هنا صافي. تنزيد عليها واحد شويه ديال الجبن ديال البارميزون وتنحرك كلشي، نحاول ندخل فيها كاع هذاك الصلصه الخضراء ديال هذا الشيء اللي كنا غادي نرميوه، اللي الاغلبيه كلهم فينا كيرميو هذه الصلصه هذه، دونك انا ما غاديش نرميها، انا ما كنرميهاش، نشدها هكا ونشوفوا دابا. وغادي نهز تطوروا مزيان هكا، فوالا غادي نوضعها هنايا
هذا الطبق ديالي، غنحاول ندير الاخر حتى هو بنفس العمليه. صافي، وكندير ليها هذا الشيء اللي بقى هكا، تنحاول نوضعو عليها هنا. بغيتو تفرشوها ليها حتى شي لوليل تحت، ممكن ديروها ليها الصلصه من الاول الا بغيتو، ممكن يعني تيكون الاختيار ديالكم نتوما. راه كتجي ما تقنعوش من هذا النوع ديال هاد لي بات هادي. ها هو راه ما درتش هنايا الزيت كاع تماما حتى الاخير، وغندير ليها دابا البارميزان هكا بهذا الشكل هذا، وغادي ندير ليها شي حبات ديال الكركاح. غنشد شي وحدينات نهرسهم هكا، وغادي نديرهم هنايا بهذا الشكل هذا. ديروا دوك حبات الصنوبر لي بينولي الا بغيتو، ولا الكاجو، يعني تيكون الاختيار ديالكم اللي بغيتو نتوما تديروه. انايا غادي ندير هذا الكركاح هذا، وغنجيب الزيت البيسو بيو بلسيم فين ديال الاوليو. صافي، غندير لها واحد شويه ديال هذا الزيت ديال الزيتون الخضر هذا هكا ديال التغماس، يعني اللي كنغمسوا به هذا هكا. نتمنى يكون الاعجاب ديالكم هذا الفيديو وهاد لي بات هادي. شوفوا ما شاء الله كيفاش كتجي، جاكم بسم الله. يلا ورينا بسم الله، ها هو غيوريها لكم جاكم من الداخل ديالها. شوفوا كيفاش كتجي، سهله سريعه، ما كتحتاج حتى شي حاجه. شفتوها هانتوما، شوفوها معايا كتجي رائعه رائعه رائعه، ما تشبعوش منها. نتمنى انكم تجربوها بسبانخ بسميتو الجزر، ديروا خيزو، راه ما كتقنعوش بخيزو. شدوا خيزو وسلقوه في شويه ديال الماء، ولا نجروه، ولا حكوه، ولا شي حاجه، وديروا ليه نفس العمليه، طحنوه، راه ما تشبعوش منها ديال الخيزو، وفي نفس الوقت غتاكلوها. وهاد الاخرين ها هما درتهم هنايا، هادو اللي درت في المقله. نتمنى يكون الاعجاب ديالكم هذا الفيديو، شجعتكم القناه، والى فيديو قادم ان شاء الله. ما تنساوش من عجبكم الفيديو. مع السلامه.